بهذا الفيديو رح نلعب احد اقوى العاب الاكشن والشوتر واللي هي لعبة World of Warships. صحيح ان اللعبة اكشن بس ما فيها اسلحة رشاشات تمسكها في يدك، لا بل فيها سفن حربية ضخمة. اي اللعبة حرب سفن، فيها فوق 650 سفينة حربية حقيقية. فيها السفن المدمرة اللي شغلها فقط التدمير، في سفن السريعة شغل المراوغة، في الغواصات تحت البحر، في حاملات الطائرات اللي بيجي معها طيارات تتحكم فيها، والشيء المجنون انه هذه اللعبة مجانية بالكامل وموجودة على جميع المنصات، على البي سي، البلاي ستيشن والاكس بوكس. رابط التحميل المجاني موجود بالوصف. وغير ان اللعبة مجانية وما راح تدفع عليها شيء، في جيف اوي لكم على بطاقتين بقيمة $100 على اي منصة تختارها. اذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيها، ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك اي تعليق اسفل الفيديو. ويلا خلنا نروح على الاكشن. اوكي شباب يلا خلينا نبدا اللعب. طبعا مثل ما شايفين في عده سفن اقدر اختار منها، في سفينه يابانيه، في عندنا سفينه امريكيه، هذه السفينه الاولى، سفينه امريكيه ثانيه، اوه هذا شكلها رهيب والله، عندنا سفينه المانيه بس علم المانيا تبع الحرب العالميه الثانيه، سفينه بريطانيه، وسفينة من دلهي أظن الهند. والله في عدة سفن ما أدري إيش أبدأ، بس هذه السفينة الأمريكية أظن هذه الطبيعية العادية. طبعا فوق مثل ما شايفين على اليمين يكتب لنا تفاصيل عن كل سفينة، يعني قوة الدرع، قوة الضرب، السرعة، فهذه مواصفاتها كويسة نوعا ما. فيلا بلا ما نضوع كلام أكثر من كذا نفوت على الجيم الأول. أوكي الجيم الأول، والله الجرافيك اللعبة رهيب، جرافيكس من جد رهيب. هذه سفينتي أقدر طبعا أزوم عليها على ماضي كذا، أيوة أقدر أشوف تفاصيل السفينة كلها. هنا نشوف المدفع اللي هضرب منه، عندي مدفعين، واحد قدام واحد ورا، ولو عملت زوم أكثر تجيني الرؤية هذه. أيوة الآن أقدر أضرب على الأعداء. طبعا تحت مثل ما شايفين على الخريطة يوضح لي كم مدفع عندي في السفينة، عندي 2 قدام و2 ورا، وصراحة ما أعرف كيف أحول بينهم، بس خلينا نشوف. شوف هذا فريقي هناك، نحن كم سفينة؟ 7 سفن ضد 7 سفن للأعداء، أنا جاي في النص بالضبط، هناك 4 هناك 3 وأنا كذا بالنص، يعني أنا هلقم أول واحد. أوكي شفنا العدو، في واحد قدامي، أقدر أصيبه من هنا؟ لا جدا بعيد. هاي 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 في واحد قاعد يحاول يضربني، كانوا يحاولوا يضربوني هذول. يا شباب صلوا على النبي لو وحدي أنا. أوكي لازم آخذ كفر ورا الجبل بسرعة، تعرفوا إيش؟ مو أنا اللي أتخبى. تعال 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 خذ، يلا يلا كمان كمان ضربه، ريلود 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 سريع، خذ كمان ضربه اخيره، ضربه وينفجر بسرعه، يلا كم ضربه ابلع بس. اوكي السفينه الاولى خلصنا منها، تعال 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 تعال، مشغول 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 في صديقي هذا، خذ والله الريلود بطيء وما عندي شيء ثاني احول عليه. تعال تعال ايوه اضرب معاي، كفو فجر امه فجره، يلا كمان وحده كمان، يلا ابلع بس. اوكي مفجرين 2 الى الان، باقي اربعة. والله الرابع بعيد، اقدر اصيبه من هنا؟ لا صعب، اضرب والله لو جبتها لكم جيف اوي $20,000 لو جت ضربه واحده فيه. اوكي جت الضربه. الو شباب. اوكي سباردا المنتج قاعد يكلمك، شيل هذه اللقطه من الفيديو بسرعه 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 بسرعه. اوه قاعد انضرب، لا 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 لا، تعال تعال تضربني، تعال فرنسي، هذا فرنسي، تعال والله لدمرك الفرنسي. اوكي شباب انا صرت همبرجر، انا حرفيا همبرجر، انا اللحمه كذا، خبزه فوق وخبزه تحت، ابلع. ايوه يلا كمان واحده سريع، يلا 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 كمان ضربه، يلا ان شاء الله راح افجره قبل ابلع الفرنسي، ابلع ايوه يلا 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 يلا، باقي علينا سفينه واحده، باقي هذا اخر سفينه، والشباب كلهم نازلين في المسكين، هذه لو ما جت عاد خلاص. ايوه يلا كمان واحده، حلو يلا يلا جيناك، يلا 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 بتفجر 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 بتفجر، يلا يلا اخر ضربه، ايوه من اول جيم. اوكي شباب خلينا نغير السفينة، هذه السفينة كذا صغيرة وكل السفن تقريبا نفس كذا، حتى هذه اوه هذه سفينة حربية من جد، طلعوا البي ليفل 5. خلينا ندخل بهذه السفينة نشوف كيف الوضع. اوكي سفن الاعداء قدامنا، تعال
تعال يا خوي انا وياك عليهم. يلا يلا يلا. هاد قاعد يضربني او قاعد يحاول يضربني. ها والله صابطه. اوكي انا عندي قصف جوي صح؟ يب عندي قصف جوي. نحط القصف هنا. حلو نرجع على المدافع. ارجو 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 يلا. او بحر جو. طياره ترمي عليه قصف. ايوه بتصيبه. ما صابطه والله. يلا مو مشكله نحاول الطياره مره ثانيه. خذ يلا 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 يلا. اول 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 سفينه بتدمر على يدينا هالجيم. قصف جوي ثاني بسرعه. ضرب مدفعي. ايوه ابلع. حلو تعال تعال تعال. هذا لازم ندمره. حلو ايوه من ضربه واحده فجرته. طبعا خوي المسكين كان قاعد يدمجه من الصبح. انا جيت ضربت اخر ضربه وخلاص. تعال 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 تعال. تجي عليه ولا لا؟ جت والله جت. كمان ضربه. تعال والله جدا قوي. لا 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 لا. قاعد يصيبني هو كمان. يا انا يا هو اليوم. والله سفينتي هذه فيها 1000 نوع ضرب. طلعوا في الضرب العادي حلو اللي هي المدافع العاديه، بعدين في القصف الجوي اللي كل شوي اسويه، بعدين في المدافع الصغيره اللي هذه هي. بس مدافع صغيره شوي صعب تحكمها. ابلع ابلع. ايوه كان اخر سفينه هذا. اوكي شباب هالجيم راح العب في غواصه. ايوه مثل ما شايفين هذه غواصه. المشكله ما اعرف كيف اغوص. اوكي لازم اضغط سي. اوه اي والله قاعد اغوص. يلا 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 يلا. طيب كيف اشوف؟ اوكي نايس. لا نشغل المراوغه. اجي ورا السفينه من تحت واضربها من تحت. اوكي في سفينتين قدامي لازم اضرب هذه. اضرب. اوكي بسرعه بسرعه. انزل 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 انزل. هذه صواريخي مثل ما شايفين. انزل بسرعة. اوكي شباب في فوقي سفينة مثل ما شايفين. لازم الف واضربها. اوه قاعدين يضربوني. لا 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 صلح 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 صلح. شافوني قاعدين يرموا علي صواريخ تحت المي. هذا شافني. هلو ذا. اضرب. اوكي ضربت عليه صواريخ. بسرعة 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 بسرعة. اضرب اضرب اضرب. انزل 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 بسرعة. انزل 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 قبل لا يشوفني. يلا 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 صواريخ. يلا 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 يلا. ايوه والله دمجت دمج. بسرعه بسرعه. انزل انزل انزل. اوكي بسرعه بسرعه. ريلود. يلا بيتفجر. اوه تفجرت السفينه اللي ضربتها. باقي سفينه واحده ونفوز. طب ابي اشارك بتفجيرها. يا شباب اصبروا علي. هذه السفينه الاخيره صح؟ وينها السفينه الاخيره؟ وين قاعدين يضربوا هذول؟ اوه هذه السفينه الاخيره. اوكي شباب اخيرا وليس اخرا حامل الطائرات. والله جدا ضخمه مثل ما شايفين. من اكبر السفن الموجوده في اللعبه واظن حتى من اكبر السفن الحربيه في العالم. اوكي بما انه عندي طائرات اقدر ابدا الهجوم الان على طول صح؟ يلا 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 يلا. كم طياره؟ طياره 2 3 يلا 4 اوه كم طياره. اوكي في طيارات العدو هناك مثل ما شايفينها. حتى العدو عنده حامل الطائرات. اوكي هذا الهدف. اضرب 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 اضرب. يلا 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 يلا. اوكي ضربه غير موفقه. خسرت عدد كبير من الطيارات. هروب 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 هروب. والله ما في هروب. فجر كل الطيارات اللي عندي. المحاوله الاولى كانت فاشله. المحاوله الثانيه ان شاء الله تكون افضل. اضرب خذ. اخذت شيء دمج ولا لا؟ ما ادري والله. والله اللعب الطيارات غريب صعب. ما اعرف ايش قاعد اسوي. العدو الاخير عنده حامل الطائرات متخبي في مكان وقاعد يرمي طياراته علينا. فمهمتي انا اني الاقيه لان انا الوحيد اللي عندي حامل الطائرات من فريقي. اوه كاني شفتها. اوكي الطيارات طلعت من هناك. المفروض هو ورا هناك بس عنده طيارات هجوميه. هذه راح تجي تفجرني. طياراتي ترمي قنابل بس. اوه عامل سموك وعامل دخان في كل مكان عشان يخفي نفسه. بس هو المفروض داخل الدخنه هذه. المفروض ليك وراها. شفتك. طلع طياراتي عليه وكنا احنا كلنا هاجمين عليه. خلاص انتهى امرك. استسلم للامر الواقع. يلا هجوم. فجرناه تفجير. ايوه والله اللعب فيها اساليب لعب متنوعه جدا.
وبكذا يا شباب بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. قبل لا انهي حاب اذكركم لا تنسوا تشاركوا بالجيف اواي، الشروط جدا سهلة، ولا تنسوا انكم تحملوا اللعبة من الرابط الموجود بالوصف، اللعبة مجانية. واذا عجبكم الفيديو اتمنى تدعموه بزر اللايك. وبس، كان معكم بشركة يال او بشركة كي، اشوفكم فيديوهات ثانية ان شاء الله، مع السلامة.